هذه البيوت لم تهدم بفعل صواريخ أو غارات أو حتى كوارث طبيعية. جرافات تقوم بهدم المنازل وطرد سكانها منها، منهم من أبلغ إخطار الهدم قبل ساعات وآخرون يتفاجؤون. يحدث هذا في مدينة جدة. يخطر ساكنو البيوت قبل 24 ساعة أو 48 ساعة فقط من تنفيذ عملية الهدم، لا تعويضات مالية تطرحها السلطات السعودية على فاقدي المساكن. يجد المشردون أنفسهم أمام طلبات ورقية ينظر فيها بعد سنوات. وها هم اليوم يسطون على أكثر من 41 مليون متر مربع في جدة وأكثر من 25 حي في مكة المكرمة ليتموا بقية الهدم. ليست القضية أنه يريد فقط يعني حصد مئات المليارات من الدولارات، مئات المليارات، أكثر من 2 تريليون قيمة هذه الأرض، لا، ولا القضية أيضا أنه يريد، بل هو سابق في هذا الباب حيث أنه أخرج الناس ثم يقول طالبوا بحقوقكم. هذا جدة، واسم انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي يوثق عمليات التهديم للبيوت والطرد للسكان والمطالبات المستمرة بالتوقف عن الإجراءات أو بتسهيلها على الأقل وتقديم التعويضات. في جدة أكثر من مليون، وهي عروس الحجاز، أكثر من مليون طردوا من بيوتهم، وأيضا هي القضية أكبر من قضية إنه يعني قضية أموال، القضية هي تمكين، إذا ربطناها بالصهيونية العالمية، تمكين للصهاينة، تمكين لأيضا أولئك الصهاينة الذين يحتلون بيت المقدس. يشعر المواطنون بالحصار بين الجرافات وعدم القدرة على الاحتجاج بسبب القمع الأمني. مخططات لبناء مدن ذكية أو حديثة على ركام المنازل المهدمة والتي لا يعرف أصحابها وجهة لطريق أو عتبة لبيت جديد.